يقول بأنه الوضع صعيب. الوضع صعيب عالميا وعلى المستوى الوطني. صعيب بداية جراء سنتين من الكوفيد اللي خلات آثار بليغة على مستويات عدة عالميا ووطنيا. اقتصاديا عدد من الاختصاصيين على راسهم ما غنتكلمش قدام السيد ريس عزام هنا كيعرفوا الارقام احسن مني. اقتصاديا تراجعات اللي عبر الاقتصاد العالمي وبالطبع الاقتصاد الوطني تراجعات جمه وكبيره. خصنا مده طويله باش نخرجوا من هذا الشيء. اجتماعيا كذلك وبالطبع من يئن مباشره من هذا الشيء هذا ماشي هي الفئات المقصوده. هي الفئات التي تئن واللي كتعيش صعوبات كبيره. وشفنا في الفيديو في الشريط اللي وجدتيه يعني تجليات لهذا الوضع واللي هو موجود في كثير من الاقطار الاخرى ديال العالم. لكن سمحوا لي نثير منذ الان المساله اللي غنختم بها ان مساله الكوفيد كذلك أثرت سلبا على الحياة السياسية والديمقراطية للشعوب، بحيث أنه بالنظر للأوضاع السيئة والسلبية والكارثية والاستثنائية اللي كيعرفها العالم على مستويات متعددة، وكأن عدد من القيادات في الأقطار المختلفة شعلات من هذا الوضع الاستثنائي جسر من أجل تطهير على مجال الحريات والمؤسسات وعلى الحياة الديمقراطية السوية. وكانت هناك نقاشات عريضة وكأننا نسينا كل شيء. نقاشات عريضة حول كل هذه الأمور في كثير من الدول منها كذلك بلادنا نسبيا بما يتعلق بسلامة القرارات أو بضرورة احترام المؤسسات وطريقة اعتماد القرارات بشكل ديمقراطي وغير ذلك. لكن وهذا هو العنصر الذي يؤثر أكثر اليوم، لما اندلعت هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا مشى الكوفيد نسينا. والدليل على ذلك هو أنه كنا جالسين اليوم وكأن الكوفيد ما كانش البعد، ما بقى لا كمامة ولا إجراءات احترازية ولا احتجاجات. فهذا العنصر الآخر اللي ما نفصلش فيه لأنه طويل عريض المرتبط بما يجري اليوم في أوكرانيا واللي ما خصناش تقديري والموقف اللي اعتمدوا المغرب موقف سليم موقف وجيه موقف متزن وما خصناش حنا نسقطوا في الخطر اننا ننساقوا وراء اي كان، لانه عدد من الاطماع اليوم والصراعات بالنسبه لمن سيسيطر على العالم تجد مسرحا اوكرانيا اليوم قد يكون مسرح آخر غدا. ونحن الشعوب المستضعفة والبلدان الموجودين في هذه الأوضاع دائما نكون الضحية الأولى لكل هذه الأمور وما يحدث بالذات اليوم، بحيث أن كل هذه الانعكاسات اقتصاديا على مستوى الأسعار على مستوى الميكروبات على مستوى المواد الزراعية وعلى رأس الحبوب على مستويات عديدة سيكون لها أثر اليوم بالنسبة لعدد من دول العالم، وسيكون لها أثر كذلك بالنسبة لنا في المغرب. لذلك يتعين المستخرج العبرة من هذا الشيء. هذه وضعية استثنائية، وضعية صعيبة، وضعية حبلى بعدد من التطورات اللي يمكن تكون وخيمة. تجليات ديالها واضحة، هذا الشيء اللي بينتيو راه اليوم موجود ما يمكنش نكون نطمئن له. لا يتعين ان لا نسقط في المغالاة في المزايدات
تسويت الصوره فعلا، لكن راه الواقع مر. الناس اليوم في القرى والحركه الشعبيه يهتموا كثيرا بهذا الفضاء، الناس اليوم في المناطق الجبليه، الناس اليوم في ضواحي المدن، فإن وضعها صعيب. كوفيد من جهه سنتين، فقدان الشغل، فقدان مصادر الرزق والدخل، زيد عليها اليوم ارتفاع الاسعار، زيد عليها هذه الاوضاع المترديه على مستويات متعدده، الوضع لا يبعث على الارتياح. ولذلك من الضروري ان يكون لنا في هذا الوضع، مع التقدير والاحترام السيد رئيس مجلس المستشارين، حكومه سياسيه قويه حقيقه.